أهلا وسهلا ومرحبا. خلود المختاري زوجة سليمان غيثوني، الصحافي سليمان غيثوني، معتقل الرأي سليمان غيثوني، مقاتلة، سيت اون كومباتونت. هاد السيدة كتقاتل من أجل إطلاق سراح الزوج تاعها اللي دخلوها الحبس. هاد السيدة هادي كيسبوها ديما، ماشي غير هي الزوج نتاعها اللي في الحبس باش يدافع على راسو، وحتى ولدها قصير حتى هو كيسبوه. ولكن خلود المختاري نضلت من اجل اقناع الاتحاد الدولي للصحفيين او لا الفيدراليه الدوليه للصحفيين او لا لافيج باعاده نظر في القضيه ديال سليمان غيثوني، ونشحت في هذه المهمة. خلود المختاري زوجة سليمان غيثوني نجحت في هذه المهمة. الاتحاد الدولي للصحفيين لافيج كيتكلف الآن بقضية الزوج ديالها الصحفي المسجون سليمان غيثوني، وهذا واحد انتصار كبير. علاش؟ علاش قبل ملي كانوا جميع ديال ديك المنظمات الصحفية الدولية تقريبا كيدعموا الزوج نتاعها، كانت واحد المنظمة دولية كتقول هي عندها 600,000 صحفي، هو هي ديك الاتحاد الدولي للصحفيين أو الفيدرالية الدولية للصحفيين، بقات خارج هاد الدعم. وهذا الشيء كان وهذا الشيء وقع خلال ديك فترة رئاسة واحد المغربي سميتو يونس مجاهد، كان رئيس ديال الاتحاد الدولي للصحفيين بين أكتوبر 2018 ويونيو 2022. وهنا خصنا نقولوا بأن يونس مجاهد حتى هو مقاتل، حتى هو سيت ان كومباتون، ولكن هو مجاهد كيجاهد لسبيل السلطات المغربية. قبل ما يكون الرئيس ديال هاد الفيدرالية، أثناء ديك الرئاسة ديالو على رأس هاد الفيدرالية، ومورا هاد الفيدرالية ملي خرج من هاد الفيدرالية، هو كيعتبر بأن توفيق بوجهين سليمان غيثوني عمر غادي ما عندهم حتى شي علاقة، لا التسجين ديالهم ما عنده حتى شي علاقة بحرية الصحافة. يونس مجاهد هو الرئيس الحالي دابا ديال المجلس الوطني للصحافة، هو الرئيس السابق ديال ديك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هو عاود الرئيس السابق ديال ديك الفيدرالية الدولية للصحفيين أو الاتحاد الدولي للصحفيين، هو اللي كان كيغوز واحد الخرافة. حتى السيناريو ديال المخزن كيقولها وكيعاودها فيما مشى، كيقول لهم هاد القضايا ديال الصحفيين 23 غيثوني وغادي، هذه هي غير مسألة تتعلق بالقانون العام، هادو جرائم من جرائم القانون العام، هنا ما كاين لا حرية التعبير لا حرية الصحافة والو. هاد القضية ديال اغتصاب قانون العام عقوبة، وخا جا ديك الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاج التعسفي لو غروب دو ترافاي سور لا ديتونسيون اربيتخيغ ديال لونو، وصدر تقارير مفصلة عن حالتي بوعشرين وغيثوني. واش كيقولوا هاد التقارير؟ كيقولوا العكس ديال ديك الخرافات ديال المغربي يونس مجاهد. انا نقول لكم شنو كيقولوا بالضبط هاد التقارير ديال هاد الفريق ديال الامم المتحده، لو غروب دو ترافاي سور لا ديتونسيون اربيتريغ ديال الامم المتحده،
كيقولوا في قضية الصحفيين المعتقلين نواجه حالات صارخة من الاعتقال التعسفي، ويجب إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين فورا. واش غير إطلاق سراح؟ إطلاق سراح، والدولة المغربية خصها تعوضهم ماليا على هاد السنوات هادو اللي دوزو في الحبس، ظلما وعدوان. ودابا واش هاد التقارير بدلوا الرأي ديال يونس مجاهد؟ لا لا، مجاهد تواطأ تماما مع النظام باش كيبغي يقنع الناس، مبقى حتى واحد كيتق به بأن قضايا ديال الصحفيين ثلاثة هادي قانون العام كيقولها وكيعاودها. ودابا هادي عام، هادي عام اللي كنخرج واحد التقرير ديال منظمة مراسلون بلا حدود على المغرب، كيتكلم على هذيك القضايا ديال الصحفيين المسجونين، شكون هما؟ هما بوعشرين غادي وغيثوني. جاهد مجاهد ونقز على هذه الفرصة وعطى استجواب لديك القناة ديال النظام سميتو ميدي ان تي في، نهار 4 مايو 2023. ودابا شنو قال يونس مجاهد في هذا الاستجواب اللي عطى الميدي ان تي في؟ بعد ديك الخرافه ديالو، ديك الديسكو ديالو دائما، قال لك رفض مطلق ادعاءات ديال ديك منظمات مراسلون بلا حدود. قال لك التقارير اللي كتعمل هذه المنظمه، هذه مراسلون بلا حدود على المغرب، هادو كيكونوا مكتوبين مسبقا، قال لك. وفيما يتعلق السجن ديال الصحفيين الثلاثه، جا مجاهد وجاوب قال لهم الفيدراليه الدوليه الصحفيه عملت واحد البحث في هذا الموضوع، بحث. قوم قال لك هذه الفيدراليه اللي كان هو رئيس ديالها التقت، قال لك بالجميع، وخرجت بخلاصه واضحه، وقال لك هذا يونس مجاهد كيقول، قال لك هناك اشكالات ربما في مسطره المحاكمه، ولكن لا يمكن ان نقول ان هناك اعتقال تعسفي، ما كاينش اعتقال تعسفي. وقال الفيدرالية اللي كان كيتراسها هو كانت واضحة في هذا الشأن. لماذا؟ لأنها الفيدرالية الدولية الصحفيين منظمة مستقلة. أسمعتوا مزيان شنو قلتكم؟ هذا قالوا يونس مجاهد ميدي ان تي في في 4 مايو 2023، كيتكلم على واحد البحث، كيقولنا الفيدرالية التقت بالجميع، وكيقولنا الفيدرالية خرجت بواحد الخلاصة واضحة، لا يمكن أن نقول أن هناك اعتقال تعسفي ديال الصحفيين. أنا دابا عندي واحد أسئلة، نسول مجاهد، نسول النقابة ديال الصحفيين، نسول الفيدرالية، نسول كلشي، نسولكم نتوما المتتبعين، واش الاتحاد الدولي للصحفيين مجهز قانونيا بشكل افضل من فريق الامم المتحده العامل المعني بالاحتجاج التعسفي؟ واش الفيدراليه كتعرف احسن من هذا الفريق ديال الامم المتحده؟ واش مجهد مختص في القانون؟ انا ما كنعرفش القانون، كنعرف شويه هذيك البركه باش كنفهموا شي حوايج. السؤال الثاني، واش فريق الامم المتحده هذاك العامل المعني بالاحتجاج التعسفي واش هو مستقل ولا ماشي مستقل؟ انا كنسول الجميع، كنسول الفيدراليه مجاهد وهاد الناس ديالو، وحتى انتوما كنسولكم. انا سولت واحد المسؤول سابق في الاتحاد الدولي للصحفيين، مسؤول سابق الاتحاد الدولي ديال الصحفيين بروكسل، قلت له واش انت كتعتبر بان ذيك الفريق ديال العامل التابع للامم المتحده المعني بالاعتقال التعسفي هو مستقل ولا ماشي مستقل؟ شنو كتعتبر بعد الفيدراليه؟ وعاود سولته قلت له فين هذا البحث اللي كيقول لنا يونس مجاهد اللي كيقول لك بان لا يوجد صحفيين
ياك معتقلين تعسفيا في المغرب. هذا السيد اللي كيقول هذا يونس مجاهد اللي كان رئيس ديالكم. وقلت له عاود واش نتوما في الفيدراليه تلقيتوا العائلات ديال الصحفيين المعتقلين؟ يونس قال لك الفيدرالية تلقت بالجميع. الجواب ديال هذا الزميل هذا قال لك اولا قال لك اللي كتعمل بهذا الفيدرالية الدولية الصحفيين كتعمل شي يعني ما عندها شي بحث كتعمل شي بحث ولا عندها شي ولا عندها شي قرار ولا 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 باغي تقول شي حاجة كدوزو في الموقع ديالها. كاين الموقع ديال الفيدرالية الدولية الصحفيين بزاف ديال اللغات. انا مشيت كنقلب على البحث ديال هذه الفيدرالية ما لقيت والو ما لقيت والو. وثانيا عاود لي واحد القصه قال لك ملي مشى في 2021 انطوني بيلونجي هو الكاتب العام ديال الاتحاد الدولي للصحفيين مشى للمغرب مشى للمغرب قال لي ملي مشى للمغرب انطوني بيلونجي وقعوا شي حوايج. هذا السيد هذا كيعاود لي هذا الشيء كان هو داخل الفيدرالية. قال لي بعد انطوني بيلونجي ملي وصل الكاتب العام ديال الفيدرالية وصل للمغرب ما لقى حتى واحد كيسناه في المطار. الوغ كو العاده كتقول لك بان هذا السيد هذا من المنظمه ديالكم دوليه النقابه خاصها تمشي تستقبل هذا السيد هذا. قال لك النقابه الوطنيه هذا الاخ هذا الزميل هذا اجنبي كيقول لك النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه نظمات لقاءات انطوني بيلونجي الكاتب العام ديال لافيج مع متهمي الصحفيين ديك الناس اللي كيتهموا الصحفيين. قال لك بحق ما نظمت حتى شي لقاء مع اهالي الصحفيين مسجونين. فهمتوا شنو كنقول لكم؟ ودابا يونس بجهاد كيقول لك لا الفيدراليه تلاقات مع الجميع مع دوك اللي كيتهموا والمتهمين. اييه هادشي صحيح هادشي اللي كيقول يونس مجاهد. الحق هو ما كيقول لكمش بان حتى مشى انطوني بيلونجي للمحكمه ما عنده هو حتى شي موعد مع العائلات ديال الصحفيين. مشى للمحكمه ما عرفتي واش المحاكمه ديال غيسوني ولا ديال غاضي. وشافوه شافوه العائلات ديال هاد الصحفيين المسجونين شافوه مشوا عنده قالوا له السي بيلونجي انت جيتي للمغرب وما قلتيناش ما لا انت هنا باش نمشيو نشوفوك. قال لهم انا النقابه هي اللي زعما هي اللي مكلفه لي بلاجندا ديالي. وقال لهم اجوا اجوا نتلاقاو نتكلم. دونك النقابه ما كانتش باغا هاد الناس العائلات ديال الصحفيين المسجونين يتلاقاو مع انطوني بيلونجي الكاتب العام ديال لافيج. انا الزميل ديالي عاود لي قال لي بان انطوني بيلونجي دخل لفرنسا غاضب ما عجبوش الحال. وقال له قال هذا الزميل انطوني بيلونجي قال هذا الزميل قال له شوف انا حسيت بحال النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه ما باغيانيش نمشي للمغرب ما كانت باغياني نمشي للمغرب. اذا التصريحات ديال يونس مجاهد في ميدي ان تي في في 4 ماي 2023 كذوب كذوب. هذا السيد هذا اللي كان هو رئيس ديال ديك الفيدراليه ولا الاتحاد الدولي كان عمل شي مناورات لمنع لافيج الاتحاد الدولي للصحفيين من دعم الصحفيين ثلاثه ديك الوقت ديال الرئاسه ديالو بين 2018 و2022. هاد السيد هذا جاهد قاوم قاتل باش الفيدرالية ما تدعمش الصحفيين. باغي يكون سفير باغي يكون وزير باغي يكون الكاتب الاول ديال الاتحاد الشراكي وعطيوه اللي بغا نسمعوا الصداع ديالو. اذا غتجيو دابا غتسولوني غتقولوا لي علاش دابا انت كتكلم على واحد التصريحات عطاها يونس مجاهد في 4 ماي 2023 ديك القناة ميديا وهادي عام علاش دابا كتجي كتكلم على ديك التصريحات؟ علاش الإخوان الأخوات الاتحاد الدولي للصحفيين اللي كان رئيس ديالو يونس مجاهد دابا اتخذ واحد الموقف لصالح سليمان غيسوني الصحفي سليمان غيسوني؟ تسولوني يقولوا له علاش ما خدش عاود شي موقف لصالح بوعشرين قول غادي
انا كنقول العائلات ديال بوعشرين وديال غادي خصهم يكتبوا لافيش، خصهم يعملوا بحال اللي عملت خلود المختارين، خصهم يكتبوا لهم القضيه ديالهم بحال القضيه ديال سليمان الغيثوني. ما يتعطلوش تعطلوش. دابا الاتحاد الدولي الصحفيين تاخذ واحد القرار، هو دعم الصحفي سليمان الغيثوني. دومينيك بخالالي رئيس الاتحاد الدولي الصحفيين اللي دابا هي في البلاصه اللي كان فيها يونس مجاهد، ياك الرئاسه ديال هذه المنظمه المستقله، هادشي اللي كيقولنا يونس مجاهد، ياك هذه المنظمه مستقله. وهاد السيده هادي كتبت للرئيس الجديد النقابه المغربيه الوطنيه الصحافه المغربيه عبد العزيز خشيشن، كتبت له الفيدرالية الدولية للصحفيين كتطلب من النقابة الوطنية الصحافة المغربية، كتطلب منهم بطلب إطلاق سراح سليمان الغيثوني. هذا ما غادي نقرا عليكم شنو كتبت دومينيك بغدالي الرئيسة الجديدة دابا 2022 ديال الفيدرالية الدولية للصحفيين العبد الكبير اختيشن، هذا الشرف ديال النقابة ديال الصحفيين ديال المغرب. نهنئكم على انتخابكم ونود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى إلى وضع السيد سليمان الغيثوني. يقضي هذا الصحفي عقوبة سجن طويلة بسبب تهم ينكرها تماما. عندما حضرت مؤتمر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ديسمبر الماضي دعوت الاتحاد الدولي للصحفيين إلى الدفاع دائما عن الصحفيين الذين لم يستفيدوا من محاكمة عادلة، وهذه هي حالة سليمان الغيثوني بالتحديد. اسمعوا مزيان دابا شنو كتكتب. وهذا ما أكده أيضا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. هاد الخبراء، اسمحوا لي كنقولها بالدارجة، ديال الأمم المتحدة طلبوا بالإفراج الفوري عن سليمان الغيثوني، ونطلب منكم تنفيذ السبل والوسائل لإطلاق سراح سليمان الغيثوني في أقرب وقت ممكن. وكاين واحد الفرق كبير بين داكشي اللي كيقول يونس مجاهد رئيس سابق ديال الاتحاد الدولي للصحفيين، واللي كتقول دومينيك بخازاليي الرئيسة الحالية ديال الاتحاد الدولي للصحفيين. وجا واحد الموقع مغربي سميتو ذا فويس وسول خشيشن رئيس ديال النقابة، قال له أعطينا التعليق ديالك على هاد الدعوة اللي وجهتها لك الرئيسة ديال الفيدرالية الدولية للصحفيين حول قضية سليمان الغيثوني. وكتب هذا الموقع قال لك بحال بان لينا بحال اختيشن تقلق واحد شوية تعصب، وجاوبهم قال لهم هذا الأمر هذا رسالة كيتعلق بمراسلات خاصة وكيدخل فديك ضمن المسائل الداخلية ديال النقابة. هو ما بغاش يجاوب، وجات زوجة سليمان الغيثوني هي معنية بالأمر، ياك، وكتبت لهاد أختيشن الرئيس ديال هاد النقابة ديال الصحفيين، ما جاوبش، بغاش يجاوبها. ودابا غادي نلخصو. يونس مجاهد رئيس سابق في الفيدرالية الدولية ديال الصحفيين قال عطاه التصريح ديك القناة ميدي ان تي في، قال لهم الفيدرالية عملت بحث في هذا الموضوع ديال اعتقال الصحفيين وخرجت بخلاصة واضحة.
لا يمكن أن نقول أن هناك اعتقال تعسفي. يونس مجاهد قال بأن الفيدرالية اتحاد الدولي للصحفيين منظمة مستقلة. واسي مجاهد واسي خشيشن، أنا كان بلغ لكم بأن الفيدرالية الدولية الصحفيين اللي هي حسب يونس مجاهد منظمة مستقلة كتقول لكم كتابة أن سليمان غيسوني معتقل تعسفي. وهو هذا، إلى اللقاء، مع السلامة.